ايه يا باشا؟ ايه يا ابن السراج؟ مالك؟ حط ايدك على خدك كده ليه زي الولاي؟ ايه؟ سرعتها قطة طلعت لك بطيخ؟ ولا بتعد المراكب السايرة في المية؟ لا يا ام عادي، واقف الهوا شوية. الهوا؟ ولا بتفكر في كلام عارف؟ مين قالك ان انا كنت معاه؟ معاه؟ يا اخويا قالك القل وتعب السر، انت كنت معاه واد؟ لا ابدا يا ام، اصل انا قابلته وانا راجع من الشغل صدفة يعني، هو اصل فتح مقر هنا في الحتة. مقر؟ مقر لإيه؟ للنصب والاحتيال ومص دم الغلابة؟ ويا ترى قالك ايه بقى؟ ولا حاجة يا ام، ما قاليش حاجة. ما قالكش حاجة؟ جرايا باس. على رأي المثل ابن بطني يعرف راتني. ما تقول يا واد قالك ايه؟ مفيش يامه، نفس الكلام اللي قالهولنا لما جه زارنا. وانت ايه رأيك في كلام النصاب اللي اسمه عارفة ده بقى؟ من غير ما تزعلي مني؟ ها؟ وانت هتقول كلام يزعل امك؟ ده كلام برضه؟ كلام عمي يستحق نفكر فيه. تفكر فيه لوحدك، عمل تبب. بقى عايز تقول للنصاب الحرام اللي بياكل مال النبي يبقى عمك؟ عمك لوحدك يا حبيبي. يامه رضينا او مرضيناش هو كده كده عمي. اه عارف يضحك عليك وياكلك الحلاوه وياخدك تحت باطه في انجازيه كده. يما اهدي بس، احنا لو فكرنا بالعقل هنقلب. عقل؟ انت خليت فيا عقل، انا خلاص قربت اتجنن، انا هطلع من هنا على السرايا الصفرا. يما اهدي بس، ما تفرجيش الناس علينا. افرج الناس؟ ده انا هخلي المشتري يتفرج عليك. ولسه عملت حاجه؟ اصحوا يا نايمين، ده انا يمكن اصحى الميتين كمان. اوعى يا خالد وشي. ما ينفعش كده يما. يما بس خدي بس تعالي. انت خليت فيا عقل. يا مهدي مش كده، ما ينفعش كده. ما ينفعش ايه؟ ونيلت ايه؟ وقطران ايه؟ وزفت ايه على دماغك؟ اصحى اصحى حاج مرشدي، شوف ابن ابنك بيقول ايه، شوف ابن المرحوم بيقول ايه، شوف ابن السرادي بيقول ايه، ابن الشهيد بيقول ايه. مبسوطه؟ مبسوطه يا نادى هانم؟ سامع اخوك بيقول ايه؟ مبسوطه يا سميه هانم؟ مبسوطه؟ ابن عمك بيقول ايه على ابوكي؟ ياما حرام عليك، ما تهرجيش علينا الناس بقى، كفايه كده. مكسوب من الناس؟ مكسوب من الناس هنا يسمعوك؟ ده عمك فرج عليا امي لا اله الا الله. ده انا كنت عشان خاطر تعليمكم هنزل في كل ميدان اقول لله يا محسنين. نسيت ده كله؟ نسيت وقفتي في قلب المشهد طول النهار وانا مش محسساكوا؟ ده ابوك ما كانش بيخرجني بره عتبه البيت. ايه 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 في ايه يا نجاه؟ بتزعلي ليه؟ مالك يا باشم؟ قول له مالك؟ رد على جدك. مفيش حاجه يا بنتي. مفيش حاجه ازاي؟ مفيش حاجه ازاي يا باسم بيه؟ يا باسم باشا، يا ابن قلبي، يا اللي شدك في بطني هنا 9 اشهر. مفيش حاجه يعني ايه؟ البيبي يقول لي ان كلام عمه يجب ان احنا نفكر في كلامه. ايه يا باسم، زغلل عينيك بالكلمتين الاولطه اللي قالهم؟ يا بنتي انا كان قصدي بس نديله فرصه مش اكتر. يا ابني يا حبيبي، انا اولى واحد في الدنيا كنت اديله فرصه مهما كان. ده ابني، ابني اللي فاضل لي بعد الغالي الله يرحمه. طب يا جدي، هل انت موافقني اهو؟ لا يا ابني، انا لو كنت حسيت في كلامه ذره صدق واحده كنت طلبت منكم انكم تدوله فرصه. قول له يا حاج، قول له، قول له، قول لابن الشهيد راضي. نسيت خلاص؟ نسيت كل اللي عمله فينا؟ اتمسح نيح؟ ها؟ نسيت شقان عليك؟ نسيت دم ابوك؟ ايه كل حاجه اتنست؟ نسيت سهر الليالي عليكوا على تعليمكوا؟ خلاص دلوقتي بقى عمك. طب يا ماما، يعني اذا كان في عرض ممكن ينسينا كل التعب والشقه اللي احنا شفناه ده، يبقى ليه ما ندلوش فرصه؟ فرصة ايه وزفت ايه وقطران ايه على دماغك ودماغه؟ خلاص نسيت كل اللي عملوا فينا؟ ما احنا ادينا له مليون فرصة، قلنا له خلاص مش عاوزين الفلوس اللي عندك يا غرب 60 دقيقة. ادينا له فرصة رجع الفلوس ما رجعهاش. عاوزين نعمل ايه؟ كل ما تقابل الجرح بيجي في مصر تفتحوا لنا. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ مش فاهمة. عرض علينا اكتر من حقنا، يبقى المفروض نديله فرصة زي ما باسم بيقول. سامع؟ سامع ولد المرحوم، ولد ابنك، ولد الشهيد بيقولوا ايه؟ وانت، وانت يا سميه هاني، لو تعملي ايه مع ابوك عشان يعمل لك كل اللي انت عاوزاه؟ انت كمان هتوفيه على اللي هو عاوزه؟ شوفي يا طنط، انا قلت له كلمه وبقولها من بعديكي، الله الغني عن اي حاجه تيجي منه. انا اكتر واحده اتاذيت منه ومش محتاجه منه اي حاجه. لكن للاسف ولادي اللي عاوزين ده عينهم هتخرج.
على ده، على العرض اللي قدمه لهم عمه. لا حول ولا قوة إلا بالله، هتفضل شوكة طول عمرك في ظهر يا عرفة، في غيابك وفي حضورك. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر. فينك يا راضي؟ فينك يا راضي فعلا؟ اللي جاي أصعب من اللي راح، فعلا اللي جاي أصعب من اللي راح. وأمانتك اللي انت سبتاني ابتدت تروح من ايدي. لا تروحي، راحت راحت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عرفة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عرفة. وانتوا ربنا علي خلاص العقد. عودي على الله، عودي على الله، عودي على الله، عودي على الله. انتوا بتحلموا بجنة عرفة، خلي بالكم كل اللي انتوا بتحلموا بيه ده في الاخر هتلاقوه كابوس على دماغكم. تفتكر هما فاهمين حاجه غايبه عننا؟ معلش، هو في ناس كده مش وش نعمه. قال لي النهارده كلام منطقي، جرب مش هتخسر حاجه. وعنده حق يا باسم، ايه يعني اللي هتخسره اكتر من اللي خسرته بسبب الفقر؟ يعني ده رايك؟ اه طبعا. طب وماما وجدي وسميه؟ مصيرهم يفهموا. وبعدين ما تنساش ان احنا لينا حق عنده. عندك حق، احنا لينا حق ولازم نرجعه، وهي جات الفرصه اهي، يبقى ما ناخدوش ليه.